السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. نبدأ اليوم في تكمل الدرس اللي اخذناه الحصة اللي فاتت، هو التقريب قسم الأعداد العشرية، لكن اليوم بإذن الله بناخذ درس التقريب للصف السابع من التعليم الأساسي. التقريب نستحق للتقريب، احنا مثلا إذا تلاحظ عزيزي الطالب أنت تقسم عدد على عدد مثلا بالآلة الحاسبة يطلع لك رقم كبير هلبة، فيصعب عليك حتى قراءته وكتابته، بياخذ منك وقت، فهني نضطر نستخدم التقريب. فهني بنعلمكم اليوم كيف تقرب اعداد كبيره او اعداد صغيره الى الارقام العشريه حسب اللي هو عاطيها لنا. نجي ناخذ الامثله اللي عندكم موجوده في الكتاب، في التمارين الكتاب هذه محلوله عندكم، فنحلوا احنا التمارين الكتاب. السؤال الاول يقول قرب كل ما ياتي لرقمين عشريين، تو هنا طالب منا حدد لنا رقمين عشريين، هو قال قرب رقمين عشريين، يعني واضح المطلوب بك تقرب رقمين عشريين. أول عدد اللي هو 4 8 834 جزء من 1000. لحظة امسحها نكتب بصورة أوضح. 4 صحيح و 834 من 1000. 4 خطات 34. لحظة خلنا نمسح مرة ثانية. نستخدم الأكحل. 4 صحيح و 834 من 1000. نستخدم الخطاط هذا. نمسح إن شاء الله يكتب مرة هادية. أربعة صحيح و 834 من 1000. كويس، قال قربها لأقرب رقمين عشريين، يعني المطلوب إن نثبت الرقمين العشريين، يعني هو يبي رقمين عشريين فقط مش بالكل، الكل هذا ما تشوفهاش بالكل. أبدأ عد هنا، عندنا هذا رقم عشري واحد، هذا رقم عشري تاني، فهو يبيهم الزوز، صار اثنين يبيهم، الثالث ما يبيهش. فنجي هنا نشوف نحط دائرة على العدد الثالث ونحاول نشوفه، إذا كان العدد الثالث اللي هو الجزء الثالث من 10 هذا اللي هو ما يبيش، يبي رقمين وما يبيش الثالث، فشو بندير؟ نشوفه إذا كان لقيته أكبر من يساوي 5 وأكبر من 5 نحذفه، لكن نضيف للي قبله 1. لو لقيته أقل من 5 نحذفه بدون إضافة أي شيء للعدد الموجود قبله. إذا أنا لقيته أقل من 5 فشو بندير؟ نحذف على طول. إذا الأربعة هذه كلها تمشي، شنو يقعد لي؟ يقعد الناتج 84 من 100. شفتوها رقمين، لكن ما نكتبش يساوي، نكتب تقريبا، يعني هل بقى طلبة نشوف فيهم يكتبوا هذا يساوي هذا؟ لا ما يساويش، هو تقريبا يساوي، مش يساوي، تقريبا يساوي. فأربعة وثلاثة وثمانين جزء أربعة وثمانمية وأربعة وثلاثين جزء من ألف، أم تقربناها لرقمين عشريين، شنو ولا الناتج؟ أربعة صحيح وثلاثة وثمانين من مية. شفتوها رقمين عشريين حسب مطلب مني، قال قرب لرقمين عشريين يطلع الناتج فيه رقمين عشريين، يعني يبي منك رقمين عشريين ديما تثبت رقمين عشريين، معناته هذا شنو بيساوي؟ يساوي 4 صحيح 4 و كم؟ و 83 من 100. هو انتم نفس هذا 4 و83، نفس الناتج هذا 4 صحيح و83 من 100. اللي بعده نفس الشيء، كلها طالب منك السؤال الاول كلها قرب الى رقمين عشريين نفس المطلوب. احنا حلينا رقم الف، هذا حليناه. حلو اللي بعده، مثلا ناخذ واو. حلو واو، أقرهولي. 28 28 و
65 من كم هذا؟ من 1000. أحسنتم، لأن عندي 3 أعداد بعد العلامة العشرية. نفس المطلوب قال قرب كل مما يأتي رقمين عشرين، طالب لي نقربها لرقمين عشريين. فنجي نشوف هنا، انتبت رقمين عشر، الكل رقم تشوفوه، كل يخلوه، هذا مش موضوعنا أصلا، هو كل موضوعنا يتكلم على الأرقام العشرية، يعني هنا بنشوف الأرقام العشرية، هذا الرقم العشري الأول وهذا الثاني، هذا نثبتهم نبيهم لأنه هو يبي رقمين، ونشوفه للثالث، الثالث شفتوا شو لقيناه تو، لقيناه 5، احنا قلنا أمتى نلقوه 5 أو أكبر منها نضيفه للي قبله 1، لقيناه 5، إذا الستة شو بنديروا لها؟ نزيدوها 1 ونكتب علامة التقريب 28 واس 65 من 1000 تقريبا تساوي 28 وكم؟ 6 شو بتصبح؟ أحسنتم، تصبح 7، لأن زدناها 1، لأن الخمسة احنا التقريب يقول إذا كان 5 أو أكبر منها نضيفه للي قبله 1، لقيناها 5 فضفنا للستة 1، 6 زدناها 1 أصبحت كم؟ أصبحت 7، إذا العدد أصبح 28 و7 من كم؟ من 100. إذا هذا بيساوي 28 صحيح و7 من 100. شفتوا كم عدد عشري عندنا؟ رقمين عشريين حسب المطلوب، قال رقمين عشريين فخليناها رقمين عشريين. ترى شوفوا المسألة هذه رقم زاي، عندنا 4 صحيح و800 او 8319 من كم هذه؟ من 1000، لا من 10000. احسنت، بان عندي 4 ارقام بعد العلامه العشريه، يبي رقمين، هو قال نبي 2 فقط يا صف السابع، ما يبيش الاربع ارقام، فننتبت 2 هذو الزوز انتبتوهم ونشوفوا اللي بعد على طول مباشره، ما تشوفوش اللي الاخر واحد، شوفوا اللي بعده، لقينا اللي بعده شنو هو؟ 1. الواحد أقل من 5 أو أكبر منها، أقل منها، إذا ما نضيفه شيء لثلاثة، إذا يصبح الناتج كم يساوي؟ يصبح الناتج، قولوا لي ترى، أحسنتم، يصبح الناتج يساوي تقريبا كم يساوي؟ تقريبا علامة التقريب، دوا بالكم يا أبناء تديروا علامة اليساوي، مش يساوي، ما يساووش بعض، هما 2 تقريبا يساوي كم؟ تقريبا يساوي قداش؟ يساوي صبورة معانا اليوم ماشي، تقريبا هذه علامة التقريب يساوي كم؟ 4 صحيح و 83 من 100. شفتوا كم عدد عندي؟ عندي عددين رقمين عشريين، كانوا 4 أرقام عشرية، كانت 4 أرقام عشرية قربتها إلى رقمين عشرين حسب المطلوب، ورقم تنسوا علامة التقريب، ديما حطوا علامة التقريب ما تديروش علامة اليساوي، اليساوي لا، عدد يساوي عدد آخر يكون زيه بالضبط، مش تقريبا، هذه علامة التقريب نحطوها لما يكون عددين قراب من بعضهم جدا. مثلا ناخذ رقم ب، ديروا علامة يساوي، أحسنتم، ديروا علامة التقريب، نفس الشيء قال قرب لي إلى أقرب رقمين عشرين، نفس الشيء الصحيح ما تشوفهاش، شوف للكل الاعداد العشريه هذه الزوز يبيهم رقمين عشان يبيهم، ثبتهم هذا الزوز ثبتوهم خلاص اكيد نبوهم، شوفوا للثالث، هذا المشكله في العدد الثالث هو اللي ما نبوهش احنا، شوفوا لقيناه اقل من 5 ما نضيفه شيء للاربعه، لقيناه اكثر من 5 ناخذ منه 1 فقط، اذا يصبح الناتج تقريبا 1.64%، لان الواحد خير اطلع لي اقل من 5 فما ضفنا شيء للاربعه، طلع الناتج 1.64 جزء من 100. شفتوا ها عددين عشريين حسب المطلوب، رقمين عشريين، حتى هنا خلينا الى عددين عشريين، الباقي حلوهم بروحكم مش صعبة. نقلوا لي مكتوب على الصبورة، حاولوا تنقلوه بسرعة. هذا التقريب حل سهل وبسيط ماشي. جو المثال اللي بعده، التمرين اللي بعده، شو المطلوب التمرين اللي بعده؟ قال قرب كل مما يأتي إلى عدد الأرقام العشرية بين قوسين، يعني كل عدد، كل سؤال عطيك قدامه كم رقم عشري بيك تقرب ليه؟ فتوز السؤال الأول 4 صحيح و87 بيك تقربها لرقم عشري 1، سؤال تاني بيك تقربها لرقمين عشريين،
السؤال الثالث بيك تقربها ثلاثة أرقام عشر، يعني الرقم اللي بين قوسين هذا صف السابع، هذه بيك لكم رقم عشر تقرب ليه العدد اللي موجود عندك. إذا كان لقيت واحد معناتها تقربها لواحد واثنين وثلاثة وهكذا. ناخذ رقم ألف اللي هو أربعة وسبعة أربعة وسبعة وثمانين، من كم هذه؟ من مئة. يبينا نقربها لأقرب رقم عشري واحد، لأن قدامه مكتوب كلمة واحد. هيا لاحظوها يا شاطرين، هيا واحد خلاص معناها قربها لرقم عشري واحد. شوفوا المسألة نلقوا كم رقم عشري عندي؟ عندي رقمين، عندي رقمين عشريين، رقم عشري واحد، رقمين عشريين. خلاص بيك تقرب إلى أقرب رقمين عشريين. خلنا نمسحها نكتبها كويس. ها أربعة صحيح وثمانية، سبعة وثمانين مئة قربوها، سبعة وثمانين قربوها لأقرب رقمين عشريين، سبعة وثمانين. امسحها اكتبها مرة تانية، والخطاط مش عارفة صبورة خيرها اليوم. أربعة وسبعة وثمانين تقربوها إلى أقرب رقم عشري واحد. هاي تبعوا معاي، أقرب رقم عشري واحد يعني كم نبي رقم عشري؟ نبي رقم عشري واحد فقط. أحسنتم كويس، يعني وين نبيها؟ نبي ثمانية فقط، هذه هي اللي نثبتها، نثبتوا ثمانية هذه اللي نبيها. ونشوفوا اللي بعدها، اللي بعدها شنو اللي لقيناه؟ لقيناه سبعة. السبعة هذه اللي أكبر من خمسة وأقل من خمسة؟ أحسنتم، أكبر من خمسة. إذا شنو ندير؟ ناخذوا منها واحد فقط، نضيفوا واحد لمنو؟ للثمانية اللي تحتها. شنو تصبح؟ تصبح تسعة. أحسنت، إذا تصبح أربعة صحيح وكم؟ تسعة أجزاء من عشرة. وهذا هو ناتج التقريب. شو قديش بسيط وسهل. إذا نكتب هنا يساوي، شنو بيساوي هذا؟ يساوي أربعة وتسعة أجزاء من عشرة. ها شفتوا رقم عشري واحد حسب المطلوب، قال لي رقم عشري واحد خليناها رقم عشري واحد. مثلا خذوا رقم واو، هاي واو قال إلى كم رقم عشري؟ إلى كم؟ إلى رقمين عشريين. كويس، كيف عرفنا اثنين؟ يعني كاتب لي رقم اثنين قدام السؤال، معناتها قرب العدد اللي عندك إلى رقمين عشريين. كم رقم عشري عندي؟ عندي ثلاثة أرقام عشرية، بعدين بيهم رقمين عشريين فقط. شو بندير؟ نكتب السؤال في ورقة خارجية يا أبنائي، يكتبوا اللي هو 18 18 صحيح 18 صحيح. شوفوها من هنا ماشية، 18 صحيح و 687 من 1000. يبقى رقمين عشريين، يعني انتبت الرقمين العشريين هادو اللي عندي انتبتوهم، اللي هو 6 و 8 هادو نبوهم الزوز، والسبعة هي اللي نشوف لها. اذا ديما كان قالك رقمين عشريين، تبت اثنين وشوف الثالث. الصحيح ما تشوفهاش بكل، الصحيح خليه زي هو زي ما هو في مكانه. انت نظرك كل وين تمشي للجهات العشرية، لأن مكتوبة أعداد عشرية، أرقام عشرية. إذا الأعداد الصحيحة خليها بروحها ما تشوفوهاش. الرقم العشري اللي عندي شنو هو؟ 687. يبي رقمين عشريين من السؤال، فعندي رقمين عشريين 68 يقعدوا، ونشوفوا للسبعة. السبعة لقيناها أكبر من الخمسة، إذا هل هي تعطي للي بعدها للي قبلها واحد؟ أحسنتم، تعطي للثمانية واحد. إذا 18 و 87 جزء من 1000 أم تنقربه؟ نكتب علامة التقريب اللي هي هذه، ونكتب الصحيح يقعد زي ما هو. و 68 شن تصبح؟ 69. أحسنتم، هذه هي. إذا كم رقم عشري عندي؟ رقمين عشريين حسب اللي هو طالبة مني. جولي رقم يا، رقم يا نفس الشيء، طالب نقرب العدد اللي عندي إلى أقرب. كم رقم عشري إلى أقرب؟
ايوه ثلاثة ارقام عشرية، لان مكتوبة ثلاثة هنا، فانا مقربة لثلاثة ارقام عشرية. شو بندير في الحالة هذه؟ الصحيح قلنا ما تشوفوش خلوه، ابدأ عد مني، عندك رقم اثنين ثلاثة، هدروا نبوهم، اللي ما نبيهش شنو هو العدد الرابع؟ هذا هو اللي ما نبيهش، نشوفه هل هو خمسة؟ هو خمسة، مش أصغر من خمسة، إذا هو يساوي خمسة، نضيفه للأربعة واحد، كم تصبح الأربعة؟ تصبح خمسة، يعني كل نكتبة زي ما هو ما عدا الأربعة، شو بتصبح؟ تصبح خمسة، إذا تقريبا مدريش يساوي تقريبا 73 صحيح، وكم؟ و أجروا 65 من 1000، كان 654 من 10000، قربناه لثلاثة أرقام عشرية، أصبح 73 صحيح و65 من 1000. شفتوا التقريب قداش بسيط؟ تقريب سهل وبسيط، ما فيش حاجات صعبة، لازم أهم حاجة تركز فيها يا ابني الطالب، اللي هي أهم شيء تركز فيه، اللي هو كم عدد الأرقام العشرية اللي طالبها منك. طالب رقم واحد قرب لي رقم واحد، طالب رقمين عشريين قرب لي اثنين، حسب المطلوب اللي أمامك. ماشي، نشوفوا السؤال اللي بعده. نمسح كملتوه هذا، ماشي هاي، إن شاء الله يكون درس سهل وبسيط مش صعب، وأنا حاسة أنكم تابعتوا معاي وفهمتوا الدرس كويس. نشوفوا الدرس اللي المثال اللي بعده. أوجد ناتج، شفتوا هذا توا يعتبر كأنه يعتبر مراجعة للقسمة وللتقريب في نفس الوقت. قالك أوجد ناتج ما يأتي لأقرب ثلاثة أرقام عشرية، يعني بيك تطلع الناتج، وبعد الناتج شو بتديره؟ تقربه لأقرب ثلاثة أرقام عشرية. ركزوا معي كويس، هذا توا الدرس الحلقة اللي فاتت أخذناها، كيف نقسم عدد عشري على عدد عشري آخر، يعتبر كأنه مراجعة عليه. حاول نقسم، هاي نعود نكتبوها تاني، أقروه معي هذا، كم من الرقم هذا؟ 47 جزء من 100، كويس، تقسيم كم؟ 3 من 10، ماشي هاي. كيف نديره توبة نقسم رقم عشر على عشري؟ وين نشوفه قلنا؟ وين ننظر؟ للمقسوم عليه، أحسنتم. مقسوم على جزء من 10، نحاول نخليه عدد كلي، نحول علامة العشرية خطوة واحدة فقط، ما دام حركنا خطوة واحدة نفس الشيء، نحرك هنا خطوة واحدة فقط بين الأربعة والسبعة، كانت هنا نحركوها خطوة واحدة فقط، ماشي. كم يصبح العدد؟ شنو يولي؟ يولي هنا أربعة، يولي أربعة، الصبورة مش عارفة خيرها معانا اليوم، أربعة ولي أربعة تصبح أربعة صحيح، أربعة صحيح وسبعة أجزاء من عشرة، قسموها على ثلاثة صحيح، قسم أربعة، أربعة أربعة وسبعة أجزاء من عشرة تقسيم ثلاثة صحيح، أصبحت ثلاثة عدد صحيح. علاش ثلاثة عدد صحيح؟ لأن حولنا العلامة العشرية إلى خطوة واحدة جهة اليمين، نفس الخطوة تبعناها نحولوا العلامة العشرية خطوة واحدة جهة اليمين، ولا عندي أربعة صحيح وسبعة من عشرة تقسيم ثلاثة، خلاص نقسمها عمودي أو نقسمها أفقي، نقسمها عمودي مع بعضنا، أربعة صحيح وثلاثة من عشرة وسبعة من عشرة تقسيم ثلاثة، أربعة ثلاثة فيها واحد وثلاثة يقعد واحد، قنعة عشرية ونمشوا بها أبنائي، ركبها فوق أحسنتم وننزل السبعة، ولا عندي 17 تقسيم ثلاثة قداش؟ رقم ضارب ثلاثة يعطينا قريب من 17، لأن جدول ثلاثة ما فيش 17، فناخذ رقم يعطينا قريب من 17، هو أربعة، أربعة في ثلاثة باثناش، لا مش أربعة، خمسة أحسنتم، خمسة في ثلاثة بكم؟ بخمسة عشر، خلاص كم يقعد هنا؟ اثنين. هو شين قال؟ قال أوجد ناتج ما يأتي مقربا لأقرب ثلاثة أرقام عشرية، فهني عندي رقم عشري واحد، ما زال نستمر في القسمة،
2 تقسيم 3 كم؟ ما تصحش، لان 2 اقل من 3. شو بنديروا؟ نزيدوا صفر. تو زدنا صفر، مش قول نحطوا علامه عشريه فوق، اهو عندي اصلا علامه عشريه. خلاص ما دام في علامه عشريه انت زيد الاسفار، كل ما احتجت صفر زيد صفر باش تكمل القسمه. 20 عليه 3 قداش فيها؟ قداش فيها؟ كويس، رقم ضارب 3 يعطينا قريب من 20 اللي هو 6. 6 في 3 بكم؟ ب 18. نقص يعطينا 2. نفس الشيء 2 تقسيم 3 قداش؟ ما تصحش، نزيدوا الصفر. شفتوا امتى نزيدوا الاسفار؟ هو قال لك 3 ارقام عشريه، لازم توصلها 3 ارقام عشريه باش انت تكمل القسمه. 2 تقسيم 3 ما تصحش، ولت 20. 20 على 3 قداش فيها؟ 6. 6 في 3 ب 18. يفضل كم؟ 2. هذه قسمه غير منتهيه، ما زال ديما 20. هو يبيها 3 ارقام عشريه. ناخذ الرقم الرابع باش نقربوها احنا بعدين. 20 على 3 نفس الشيء فيها 6. اذا كم طلع لي الناتج؟ طلع يساوي، نكتب هنا يساوي 1 صحيح و 5666 من كم هذه؟ من 10000. كم عدد عندي بعد العلامة العشرية؟ عندي 4 أعداد. هو شن قال نبها 3 أرقام عشرية، يعني نبي 3 أرقام هادو نثبتهم ونشوفوا العدد الرابع. كويس، هذا هو اللي نشوف. إذا كان أكبر من 5 ناخده منه 1، كان أقل نحذفوه ويصبح عندي 3 أرقام عشرية. خلاص إذا لقينا أكبر من 5، إذا تقريبا شن يساوي؟ يساوي 1 صحيح، 5، 6. كم تولي 6 هذه؟ أحسنت، تولي 7. إذا أصبح الناتج 1 صحيح و 567 من كم؟ من 1000، لأن قال نبي قرب 3 أرقام عشرية، أهو قربنا 3 أرقام عشرية بعد عملية القسمة. يعني شفتوا التمارين هذه كلها تمارين فيها خطوتين. الخطوة الأولى إنك أنت بتقسم، نفذ عملية القسمة أولا ثم قرب حسب مطلوب منك، قرب الى 3 ارقام عشريه. ماشي، نقلتوا السؤال هذا عشان نحلوا اللي بعده. حلوا اللي بعده لحظه. ماشي، هاي كنا قلت السؤال. ناخذ اي سؤال مثلا ليكن، ناخذ رقم دان، هو بسيط، احنا ناخذ منه شويه تمارين والباقي حلوه بروحكم. نفس الشيء هنا، تقسم قبل ثم تقرب 3 ارقام عشريه. شنو العدد اللي عندي؟ 82 من كم؟ من 1000. تقسيم 3 من كم؟ من 100. أحسنتم، 3 من 100 مش من 10، هي لأن العامة عشرية بعد عددين. نفس الشيء اللي بنقسمه في البداية نحول هذا إلى عدد كلي. شو بندير؟ نحول العلامة العشرية كم خطوة؟ خطوة الأولى قاعدة 10، نحول الخطوة الثانية باش يصبح عدد كلي. نفس الشيء كم خطوة تحركنا؟ خطوتين. نجي هنا نتحرك نفس الاتجاه جهة اليمين ونتحرك خطوتين، كم يصبح الناتج؟ 8 صحيح و2 من 10. تقسيم كم؟ شنو ولا هنا؟ 3 فقط، تقسيم 3. نعاودها مرة تانية، هذه مهمة، راه كيف تقسم 10 على 10. كان عندي 3 من 100 قسمناها على كم؟ على 82 من 1000. احنا قلنا في القسمة شنو ندير؟ المقسوم عليه هو نحول نحول العلامة العشرية لين يصبح العدد عدد كلي. كم خطوة نحولها هنا؟ كم خطوة باش تولي 3 كلي؟ خطوتين فقط، نحول الخطوة الأولى خطوة الثانية، ولت كان عندي 3. نفس الشيء هنا، تحرك خطوتين، تحرك خطوتين هنا، هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية، يصبح عندي 8 و2 جزء من 10. إذا هذا 8 و2 من 10 تقسيم 3، قسمها قسمة مطولة عليه 3. وتلاحظوا ديما، لاحظوا إن هنا راهو نبي نخليه لي 3 أرقام عشرية، يعني نحاول نخليه لي 4 باش نقربه بعدين لي 3 أرقام عشرية. 8 تقسيم 3 فيها 2، أحسنتم، هي 6. ناتج 2 شنو لقيت بعدها؟ علامة عشرية نحطها فوق، وعندي هنا 2. 22 تقسيم 3، يا شاطرين قولوا كم يساوي؟ 7، أحسنتم، لأن 7 في 3 تعطينا قريب جدا من 22 اللي هي 21.
2 ناقص 1 يقعد 1. طبعا عندي رقم عشري 1، احنا قلنا نبغى نحولوها، نبغى نخلوها 4 ارقام عشريه باش نقربها الى 3 ارقام عشريه. ماشي، 1 تقسيم 3 ما تصحش، ديروا هنا 0. 10 على 3 قداش فيها؟ 3 في 3 ب 9 تصبح غير منتهيه لانها كلها بتعطينا 1. نفس الشيء نزيده هنا 3 في 3 بكم؟ ب 9. وهكذا هو يبقى 3 ارقام عشريه، خلاص اهم 3 ارقام عشريه. اذا 7 8.2 تقسيم 3 شنو بيساوي؟ يساوي 2 صحيح. و700 اقروها هاي، و33 جزء من كم؟ من 1000. كم رقم عشري؟ 1 2 3، 3 ارقام عشريه. شفتوا درس اليوم؟ ما هو صعب، بسيط، لكن يبي انك تاخذ قلم وورقه وديما تحل التمارين. يعني مش حنحل التمارين كلها لان الوقت ما يسمحليش نحل لك يا ابني جميع التمارين. حاول تحل التمارين كلها بروحك، اللي ما تفهمهاش تعين به بحد يعرف في العيله، لكن حاول تحل بروحك وتشوف هي كلها، كل مثلا فقره لها فكره واحده، كل فقره من السؤال لها نفس الفكره. فحاول تاخذ جميع الافكار من التمارين وتحلها بروحك. وبالدرس هذا نكون كملنا التقريب الأعداد اللي يقرب، عرفنا كيف نقرب ليقرب رقم عشري 1، ليقرب رقمين عشريين، وكيف نقسم عدد 10 ل 10 ثم نقرب الناتج. وبالطريقة هذه كملنا درس اليوم، إن شاء الله يكون واضح ومفهوم. وحاولوا تحلوا التمارين اللي ما حليتها، عشان حاولوا يا أبنائي حاولوا تحلوها بروحكم. وإن شاء الله الحصة الجاية نوضح اللي صعب فيها، وإلى اللقاء في الحصة القادمة.